وسيكون شرف أكاديمي مع الأستاذ عبد القادر البكري دكتور في القرار الخاص أستاذ زائر بكلية الشريعة في إيت ميلود ليعطينا موضوعا حول ويقدم لنا عمل حول ضوابط كتابتها ولوش في الأدب القانوني. وأقول للأستاذ حلو عليك أن تدافع عن الموضوع تدافع حتى على أساس الشريعة لأنه لا يكون طبعا أننا العرب أو كذا يعني أن إكرام طيف يكون مدة أول منهم أستاذ وكيف ومنهم شكرا سيد رئيس. البداية اسمح لي أن أتقدم بجزيل الشكر وأعطي من سنان إلى اللجنة المنظمة لهذا اليوم الدراسي والمتعلق بموضوع هو في غاية المكان منهجية أو مناهج البحث العلمي الدراسات القانونية أو الحقوق القانونية على موضوع مداخلتي سيتمحور حول موضوع مرتبط أو يرتبط أو يعتبر تطبيقيا أكثر مما هو الموضوع يتعلق بنواقض كتابة الهوامش في الحدود القانونية. بالتالي فهذا الموضوع متوجه مباشرة وإلى المقبلين على الحدود القانونية سواء على مستوى الإجازة أو مستوى الماستر أو مستوى الدكتوراه أو حتى المؤلفات العلمية القانونية. إذن الهامش يعد الهامش جزءا أساسيا من أجزاء البحث العلمي حيث يخصص الهامش لتوثيق المصادر والمراجع المعتمدة في البحث وذلك بإسناد وإلحاق المعلومات المقتبسة بشكل أو بكلية مباشرة أو غير مباشرة إلى مصادرها الأصلية وذلك وفقا للقواعد المنهجية الواجب اتباعها من قبل كل باحث. ويعرف بعض الحفظ الهامش على انه ما يريده الباحث خارج النص الاصلي اما بذكر مصدر المعلومات والوقائع والافكار الوارده في المتن او للاحاله الى جزء اخر من البحث نفسه او لتكمله ما ياتي في المتن بشكل او تعالى. هكذا ساتطرق في هذه المداخله إلى أنواع الهوامش أولاً وكيفية كتابة الهوامش ثانياً. أولاً أنواع الهوامش من خلال التعريف الذي تم صياغته سابقاً يمكن تصنيف الهوامش إلى ثلاثة أنواع. فهناك هوامش المراجع أو المصادر وهناك هوامش أو الهوامش المفسرة للمتن وهناك هوامش الإحالة. إذا فبالنسبة لهوامش المراجع ويقصد بها الإحالات إلى المراجع التي اعتمد عليها الباحث في مهمته وذلك بذكر مصدر المعلومات من خلال وضع رقم للفكرة المقتبسة في المتن ثم وضع نفس الرقم في الهامش مع كتابة المصدر المقتبس منه وذلك حتى يتمكن القارئ من الرجوع إلى هذا المصدر. ثانيا الهوامش المفسرة للمتن وهي المعلومات أو الأفكار التي يريدها الباحث في الهامش كتكملة لفكرة تم إيرادها في المتن أو بشرح آخر للتعليق عليها. ثالثا هوامش الإحالة فهذه الهوامش قد تكون عبارة عن إحالات على مصادر أخرى تتضمن تفاصيل وإيضاحات أكثر حول مسألة معينة كما قد تكون أو تعتمد للإحالة أو تعتمد للإحالة على جزء آخر من البحث نفسه حيث كان يشير الباحث أو القارئ
في مسألة معينة قد أشار إليه في بحثه ويقول مثلا راجع الوقت الأول من الفصل الأول أو شيء من هذا الكلام. ثانيا سأنتقل إلى كيفية كتابة الهوامش أو البيانات المتعلقة بكتابة الهوامش، وفي هذا المحور سأتطرق أساسا إلى البيانات الأساسية الواجبة توفرها الهامش وكيفية تقديمها وبيانات الهامش عند التقديم. أولا البيانات الأساسية للهامش، طبعا إن أي باحث ثاني لا بد أن يعتمد على مجموعة من المصادر والمراجع، وأن يعتمد أيضا على مقالات علمية، وأن يعتمد أيضا على الرسائل والمقالات، وأن يعتمد أيضا على الأحكام القضائية والقرارات، بالإضافة أيضا إلى المصادر التشريعية سواء تعلقت بالدستور أو القرارات أو المراسيم أو القرارات أو المناشر. طبعاً إن كانت تبدو هذه البيانات الأساسية للهوامش على أنها بسيطة وقد لا يعيرها اهتماماً كبيراً، إلا أنها تأتي على الجميع خصوصاً إخواني الأقارب وأخوات الطلبات على أنها قد تؤثر كثيراً على بحث الطالب، بحيث أنها تضيف قيمة نوعية وإضافة كبيرة للبحث كما قد تؤثر عليه بشكل كبير. إذا كما قلت أن البيانات الأساسية للهامش، سأبدأ بالبيانات الأساسية المتعلقة بالكتب سواء كانت عامة أو خاصة. فإذا تعلق أو إذا كانت فكرة مقتبسة عبارة عن كتاب، سواء كان هذا الكتاب من المؤلفات العامة أو الخاصة، فما هي البيانات الأساسية التي يجب توزيعها في الهامش؟ أولا اسم المؤلف، اسم المؤلف. هذا الاسم أحيانا قد نجد في الكتاب أن الكتاب له مؤلف واحد، إذا نذكر ذلك الاسم بكامله. أحيانا قد يكون المؤلف مؤلفين أو ثلاثة، ففي هذه الحالة ينبغي الذكر جميع أو أسماء المؤلفين وبالترتيب الذي جاء به في الكتاب، يعني من خلال الفصل الذي ورد في الكتاب. أحيانا قد يكون الكتاب مؤلف من قبل أكثر من ثلاثة مؤلفين، وفي هذه الحالة لا نذكر كافة أو جميع المؤلفين، بل نكتفي فقط بذكر اسم المؤلف الأول ونذكر عبارته وآخر. إذا اسم المؤلف الأول وآخر. إذا قلت اسم المؤلف، ثانيا عنوان الكتاب أو عنوان المؤلف، وهذا العنوان أيضا ينبغي أن يكون مفصلا، عنوان المؤلف. الترتيب الثالث أو المسألة الثالثة هي ذكر المطبعة، ذكر المطبعة أو درجة مشهورة أو مطبعة المجاهزة. ففي هذه الحالة نكتفي بذكر أو نذكر بدون ذكر مكان وتاريخ النشر. المسألة الخامسة نذكر أيضا رقم الطبعة ورقم الجزء، لأن الكتاب تكون له الطبعة، الطبعة الأولى الثانية الثالثة، ففي هذه الحالة لا بد للباحث أن يذكر هذه الطبعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. أيضا الجزء إذا كان الكتاب يتألف من جزئين أو أكثر، نقر هذا الأمر يتعلق بالجزء الأول أو الجزء الثاني أو الجزء الثالث أو ما إلى ذلك. أخيرا نقر رقم الصف. مثال هذا الحديث أنه إذا كان لدينا كتاب، إذا نبدأ قلت باسم الكتاب، الرحمن الرحيم، عنوان الكتاب
علم الفرائض المباركة الوصية عصبية الذكاء نبحث عن هذا الطبع الشركة المغربية لتوزيع الكتاب نبحث عن مكان وتاريخ مسجد الأقصى 2006 أنذاك نمر الطبع الأولى إذا نمر إلى الصفحة ونقدر الصفحة التي اقتبست منها الفكرة المعتمدة في البحث. إذا بعد الانتهاء من البيانات المتعلقة بالكتب ننتقل إلى البيانات المتعلقة بالمقالات، وأيضا لا بد من ذكر أولا اسم كاتب المقال، ثانيا عنوان المقال، ثالثا اسم المجلة العلمية أو الجريدة التي ورد فيها المقال، عدد المجلة والشهر والسنة، أخيرا الصفحة، أخيرا ذكر الصفحة. مثال على ذلك، لا أعتقد أن كان هناك وقت يكفي. إذا مثال على ذلك أنه أخذنا مثلا مقال بمجلة معينة، مجلة الكوبة مثلا. إذا مجلة الكوبة مثلا أخذنا مقال يتعلق بمقال الأستاذة إذا نكتب اسم كاتب المقال أستاذ سعيد بن ميري، وللإشارة إلى أنه ينبغي أو أن على الطلبة أو الباحثين على ذكر الألقاب، هناك من يذكر الأستاذ المحامي القاضي، إذا ينبغي تجنب مثل هذه الأمور. إذا أستاذ أو كاتب المقال سعيد بن ميري عنوان المقال الحماية الجنائية نمر إلى مشروط بمجلة العود العدد الخامس يوجد المستوى ونقر الصفحة. هكذا ننظر أيضا إلى البيانات المتعلقة بالرسائل والأطروحات، ونقر أولا اسم الباحث صاحب الرسالة أو الأطروحة، ثانيا عنوان الرسالة أو الأطروحة، ثالثا تحديد نوع بما إذا كان هذا البحث يتعلق مثلا برسالة ناجح دبلوم الدراسة العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة قانون المدن مثلا كلية الحقوق جامعة ابن صوت أكاديمية. بعد ذلك نظر السنة الجامعية. السنة الجامعية مهمة أيضا بالنسبة لتوثيق أو الشروط المتعلقة بالرسالة المعمقة. وأخيرا الصف. نمر أيضا إلى البيانات المتعلقة بالأحكام والقرارات القضائية. قبل أن أتعرض للبيانات الأساسية المتعلقة بتوثيق الأحكام والقرارات القضائية، لا بد من الإشارة إلى أنه على الباحث أن يتحرى البحث كثيرا عن الأحكام أو القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الاستئنافية، وخصوصا ايضا القرارات الصادرة عن محكمة. لماذا؟ لان الاحكام الابتدائية سواء الصادرة عن المحاكم العادية او المحاكم الادارية او المحاكم التجارية لا تكتسب اهمية كبرى او الاهمية التي تكتسبها القرارات الصادرة خصوصا عن محكمة. لان مثل القرارات او القرارات الصادرة عن محكمة قد تشكل اجتهادا قضائيا يمكن ان نعتمد عليه الباحث، وايضا قد تضيف قيمة نوعية نادرة، قد تضيف قيمة نوعية للبحث. اذا فبالنسبة للبيانات التي يجب توفرها بالنسبة للحكم او القرار القضائي، نبدأ بالمحكمة الصادرة عن تلك القرار، المحكمة الصادرة عن تلك القرار، فنقول مثلا حكم المحكمة الاجتماعية للكبير، قرار المحكمة الاستئنافية للكبير، بعد ذلك نذكر رقم الحكم أو القرار. إذا حكم المحكمة الاجتماعية للكبير أو قرار المحكمة الاستئنافية للكبير رقم كذا، إذا رقم ثاني التاريخ، تاريخ ذلك الحكم أو القرار. إذا المؤلف أو الصادر في تاريخ كذا
ملف إداري أو في ملف تجاري، بعد ذلك يطلب عليه ملف عدد. أخيرا بالنسبة لحكم القرار القضائي يطلب فيه هل هذا أو هذا القرار غير مشروع أو هذا القرار مشروع. إذا كان هذا القرار غير مشروع لشرائط أن القرارات غير مشروعة، أنها تعطي قيمة نوعية وإضافة كبيرة للبحث العلمي، لأنه باعتبار القرارات غير المشهورة يعطي أو يلحي لأن الباحث قد بذل أعلاما كبيرا في البحث عن أحكام القرارات القضائية لاستشهاد مجموعة من المعلومات التي يمكنها في بحثه. أما إذا كان القرار مشهور فلا بد من الإشارة إلى الكتاب أو المجلة التي أخذ منها هذا القرار. وأخيرا البيانات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية. أولا نذكر نوع النص التشريعي أو التنظيمي بما يتعلق الأمر بالدستور أو أن الأمر يتعلق بضمير أو بنصوص أو قرار أو مشروع. ثانيا رقم هذا النص. ثالثا تاريخ صدوره. رابعا موضوع النص. وأخيرا عدد الجريدة الرسمية من حيث تاريخها وسنتها والصفحة التي نشر فيها النص. مثال ذلك النقر الظهير الشريف رقم 1395 صادر بتاريخ 10 جمادى الأولى 1300 ميلادي الموافق والمتعلق بالتحقيق الجماعي للأملاك القهوية والمنشور في الجريدة الرسمية عام 2019 مقرر تاريخ عدد الصفحة 2040. إذا هذه مختلف البيانات المتعلقة بالتهميش أو توثيق الهواج. ننتقل إلى النقطة الثانية والمتعلقة بتقييم الهواج. وقد أشار أستاذي سيريس الحياني طريقة تقييم الهواج على أن طريقة تقييم الهواج لا يعني أنها تنحصر في طريقتين. إما هناك طريقة أو تهميش المستحيل والتهميش المتسلسل أو تجميع الهواج. إذا بالنسبة للطريقة الأولى الطريقة أو تهميش المستحيل أنه يعني أنه في كل صفحة وكل صفحة يعطينا الباحث هوامشها المتعلقة بها وينتقل إلى الصفحة الأخرى وتكون فيها الهوامش المستقلة بتلك الصفحة. وطبعا إذا قلت أن هذه الطريقة هي المحببة عن مختلف المهتمين بمجال المجال المنهجية ومناهج البحث العلمي بصفة عامة على أن الطريقة الثانية وهي المتعلقة بتجميع الهوامش أن الباحث قد يجمع الهوامش إلى نهاية مبحث أو نهاية فصل أو نهاية باب أو حتى إلى نهاية أو نهاية البحث الكامل. على أن هذه الطريقة الأخيرة وإن كانت تقنيا قد تسهل الأمور على الباحث إلا أنها قد يبذل معها القارئ عناء كبيرا للبحث على مصدر معين، حيث لا يمكن أن نتصور أن الباحث قد يجد هامشا أو قارئ عنه قد يجد هامشا معينا في أول صفحة من البحث ويبحث عنه في آخر أو في نهايته. لذلك أن هذه الطريقة غير محببة للبحث. أخيرا أنتقل إلى تكرار الهوامش. أختصر في أنا بصدد آخر إذا بالنسبة لتكرار الهوامش أنه أحيانا الباحث قد يعتمد مؤلف لأكثر من مرة، على أن في هذه الحالة التي يعتمد فيها على هذا المؤلف أنه يمكن أن يفيد عبارة مرجع سابق إذا كان قد تمت الإشارة إلى هذا البحث في مكان آخر من البحث إلى الإشارة إلى مرجع سابق. أحيانا قد يكرر أو أن الهامش قد يكتب بشكل مفصل في نسخة ويأتي من ورائه نفس المرجع، لذلك يشار فيه إلى المرجع السابق، فقد يشار إلى المرجع السابق وأتوقف عند هذا.
بالنسبة إذا كان المرجع معتبر، هل الاعتماد مباشرة أي من وراء المرجع الذي تمت الإشارة إليه بشكل مفصل، يشار إلى المرجع السابق بدون ذكر اسم المؤلف، على أنه إذا كان هذا المرجع قد تمت الإشارة إليه في مكان آخر بشكل مفصل ووردت هوامش أو مراجع تفصل بين الأول وبين الثاني، يشار إلى